أكيد إحنا نشرف أنه دولة عربية أو دول عربية يعني تتلقى في 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 تنظيم كأس عالم. طبعا كأس عالم الناس الكل نتمنى أنه كل إنسان يستقبل كأس العالم ويستقبل جمهور كأس العالم ويستقبل فرق الكبيرة دي لكأس العالم، لأنه كأس العالم مش حكر على الغرب فقط، هي معناها تحكي ب ب ب ب بلغة الناس الكل، يعني الكرة بلغة الناس الكل بالنهاية، الرياضة رياضة كرة القدم خصوصا احنا انه عندنا من الدول العربية اللي تستاهل انها تكون معناها يكون لها تشريف تتشرف انها تنظم كأس العالم في افريقيا في شمال افريقيا، نكون احنا متحدين مع بعضنا. فنتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقاو يوم من الايام كأس العالم تكون عندنا ان شاء الله.